مرحبا، شكرا كثير لكل لحضوركم معنا اليوم. بس قبل ما ابلش بحضرتي بدي اسال سؤال. مين من الحاضرين كطلاب جرب يعمل بحث علمي قبل بمرض؟ جرب يشتغل بحث؟ حدا جرب؟ فكر يعني غير محمود وابراهيم؟ طيب هلا اهم شغله بالبحث العلمي انه بتوقفنا هي الفكره أو موضوع البحث. The quality of life هي بالنسبة لنا كأطباء هي مفهوم لنخدم المرضى، بالنسبة لبحثي هي مشروع بحثي ومشروع فكرة بحثية. نحن رح نحكي عن هالموضوع هلا شوي. هي دراستي كانت قائمة كلها على quality of life. السؤال كان كثير بسيط. الدراسة انتشرت 17 ابريل، يعني صار لها اقل من 15 يوم منشوره. هي الدراسه كثير بسيطه، عباره عن كروس سكشنال ستدي، عباره عن سيرفي بعض للمرضى اللي هن على الطحال، مرضى غسيل الكلى. اللي صار انه هي الدراسه بس عملوا استبيان الباحثين، وزعوها للمرضى، وزعنا لمرافقين المرضى او الناس اللي مشرفة على المرضى. هلا بنحكي ليش خلال المحاضرة ليش وزعوها كمان على مرافقين المرضى. وبالتالي نحن صار عنا هون دراسة طلعت وانتشرت. المجلة اللي هي منشورة هي مجلة تعنى بالكواليتي اوف لايف. وبالتالي هذا الموضوع صار هام بالنسبة للعالم. شغلة ثانية، الكواليتي اوف لايف مو بس دراسات اوبزرفيشنال، دراسات مثل هي هي عبارة عن ار سي تي. الار سي تي نحن فرص تطبيق عنا صعبة، بدها امكانيات اكثر، لكن وقت بتكون عنا كواليتي اوف لايف بتكون الـ RCT سهل تطبيقها بإمكانيات بسيطة. هاي الـ RCT الفكرة فيها إنه هي لمرضى الجلطات الدماغية. قسموا المرضى لأربع أقسام، العشوائية كانت العشوائية بيناتهم. أول قسم عطوهم DVD تعليمي، ثاني قسم عطوهم سيشن صغير، ثالث قسم عطوهم DVD وعطوهم سيشن، ورابع قسم هو القسم الكنترول اللي هو قسم بس الارشادات اللي بتنعطى للمرضى بشكل عام. المرضى هاي كان تصنيفها منيح، انعمل دخلت ضمن سيستماتيك ريفيو لكوكاين، وكان تصنيفها كثير جيد، الانحياز فيها خفيف، بس كان لانه هي ما فيها بلايندينج للمشرفين وللمرضى، فكان فيها بس العيب الوحيد فيها انه فيها هاي ريسك للبلايندينج، بس الشخص اللي قيم المرضى هو اللي كان عليه بلايند، فمشان هيك دخلت بهي الدراسه. كمان الكواليتي اوف لايف نحكي عليها، نحن بتهمنا وقت اللي بنكتب سيستماتيك ريفيو. دائما نحن وقت بنكتب بروتوكول سيستماتيك ريفيو رح نقول انه ضمن السيستماتيك ريفيو تبعنا نتائجنا رح نحكي عن هذا الدواء او هذا التداخل كيف رح ياثر على حياه المرضى. ونحن كل سيستماتيك ريفيو مثل هاي السيستماتيك ريفيو اللي نحن اشتغلناها طلع انه ما في دراسات بتحكي عن تاثير هذا الدواء على حياه المرضى. وهذا الشيء ذكرناه بهي الريفيو. باخرتها الريفيو في شيء اسمه ارشادات للباحثين، ضفنا عليها انه لازم يكون في ابحاث او الابحاث اللي عم تصير تذكر فائده جوده الحياه للمرضى في الفصام اللي عم ياخذوا هالفيديو. هلا نيجي عم نحضر الصحة. حسب تعريف الـ WHO هي حالة مو بس غياب المرض، بالإضافة لغياب المرض عندي حالة من الصحة الجسدية العقلية والاجتماعية. هلا الـ Quality of Life حسب CDC تقول إنه هي فهم دائم للنشاط الجسدي والعقلي على فترة زمنية. في ناس قالوا انه لا، هو مو بس هذا الشيء، ضافوا عليه اشياء ثانيه اللي هي سيرتيفيكيشن تبع المرضى، قبول المرضى، قديش هن تعاملهم مع مجتمعهم جيد، قديش تعاملهم مع تقبلهم، قيامهم باعمالهم شيء جيد. تمام. هلا نحن مهمتنا كاطباء انه نخفف من ثقل المرض على الناس، لكن كمان نحط شيء جديد بالسنين الاخيره انه نحن نحط اولويات المرضى تبعنا. نحن اول شيء وقت شفنا مرضى التحال قلنا هن قلنا الباحثين
سألوا المرافقين المريض، هم سألوا مرافقين المريض لحتى يشوفوا من أولويات المرضى هي استقلاليته للمريض، إنه يحسن يقوم لحاله على شغله، يتحمم لحاله، يأكل لحاله، ينفذ أموره لحاله. هاي من الأشياء اللي نحن ندور عليها وقت نعمل بحث عن جودة الحياة. شان هيك أول بحث شفناه سألوا، مو بس سألوا المرضى وسألوا كمان الأشخاص اللي بكونوا هني بيديروا بالهم على المرضى. مشان هيك الـ FDA طالبة، الـ FDA هي المنظمة الأمريكية اللي بتعطي رخصة لأي دواء جديد إنه ينزل على الأسواق، فهي طالبة وبتكون كمان عفوا مشرفة على الـ RCDs اللي عم تصير، فقالت إنه كل RCD موجودة لازم تحتوي مقاييس للوظائف، يعني مقاييس للـ Quality of Life. في عنا نحن نوعين من المقاييس للكواليتي اوف لايف، في عنا النوع الشامل وفي عنا النوع المخصص لمرض معين. المخصص لمرض معين بيكون عم يدور الباحث عن تشخيص المرض، عن تطور المرض، علاج المرض ومتلازمات المرض. اما بشكل عام مثل الفتيك فهي نحن فينا ناخذها على شرائح اوسع من المرضى، وكمان فينا نعمل تقاطعات بين الدراسات اللي بتصير وفينا ناخذ منها نتائج اكبر. WHO حطت لنا هذا التصنيف عشان هدول الاربع معايير اللي نحن شايفينهم، هن الاربع معايير اللي نحن اللي بدنا نقعد نفكر ببحث. هاي الأربع معايير هي لازم نحن نسكرها بالاستبيان، نغطيها بالاستبيان اللي نحن بدنا نعمله عن البحث. أربع هي الوظائف الجسمية، الهيكلية الجسمية، الفعالية، والبيئة المحيطة للإنسان. هل هذا الإنسان بحاجة مساعد أو لا؟ بحاجة شخص يضل معه ولا لا؟ بيقدر يكون حياته لحاله. هاي من القصص اللي نحن لازم نناقشها، ندور عليها، نغطيها باستبياننا والناقشة بحثنا نتائجنا ونفكر بالمناقشة. هذا بروميس هو من أشهر وأوسع الاستبيانات اللي صارت عن the quality of life. هو يتابع على WHO لفحص الفتيك، وهو تطور على صار في عنده شيء بنوك أسئلة، صار عليه أبحاث كثير مشان هيك صار في بالي. هلا نحن وقت اللي بدنا نوصل لهالمرحلة كان من زمان إنه ليش الـ FDA من جديد طلبت انه تنزل هاي المعايير بالـ RCT؟ من زمان كان هاي المعايير ما تنزل لان كان يعتبر انه نحن افضل شيء اللي بنقيسه دون تدخل المريض. يعني انا بفحص السكر عند المريض بعرف اذا السكري هو، هل هذا المريض مصاب بالسكري او لا، بفحص كرياتيني بعرف هل الكلية عند المريض متدهورة او لا. اما وقت اللي انا بدي اعتمد على المريض فهذا الشيء راح يعطيني حيز نسيان كثير، حيز كذب كثير، حيز نتائج مضللة كثير. فمن زمان كان هذا الشيء مرفوض، لكن نتج شيء جديد اسمه patient reported outcome، وصار في الى معايير هاي الاستبيانات عشان انا اقول انه النتائج طالعه من هاي الاستبيانات هي نتائج موثوقه وانا بحسن استخدمها وابني عليها ادلتي ونتائجي. كيف انا بلش اعمل بحث؟ اول شيء انا بيهمني انه يكون عندي فريق بحث. بعد ما فريق بحثي وبفكر امامي شو بدنا نعمل، يعني سؤالنا شو هو، نحن نفهم سؤالنا بشكل كثير كبير، نفهم بحثنا عن شو بده يكون، كمان الاشياء اللي بدنا نقيمها بهي البحث، الاشياء اللي شفناها نحن بالتصنيف اللي طالعته WHO، هي الاربع نقاط نحن شو لازم نغطي منها بشكل كثير منيح، شو لازم نعمل. بس لما احنا طلعنا هاي النتائج ننتقل للنقطة الثانية، نحن ساعتها
نطلب من الطوعين. فإذا نطلب من الطوعين نعطيهم هاي الاستبيانات، نعطيهم الدراسة اللي بدنا إياها، هني بيشوفوها بيعدلون عليها، إذا في شيء هني ما فهموه، في شيء أنا لازم أعيده، أدركته، ضيفه بعد هاي البايلوت ستدي الصغير. بعدين بعمل هالحكي على جمهرة أكبر لحتى أحصل على نتائج كبيرة. بس لهلا أنا ما صار عندي شيء اسمه فاليد. لحتى أوصل للفاليد أنا بدخل الحكي على جهاز الكمبيوتر وبعمل له فاليديتي ريل وريلايبيليتي. هلا الفاليديتي هي ببساطة الشيء اللي لازم أقيسه، والريلايبيليتي هي إنه أنا عملت هالقياس بأقل غلط ممكن. هلا هيك نحن نكون طلعنا بأداة استبيان جيد. بس في نقطة نحن لازم نعتمد عليها كثير. كل واحد يطلع بجنبه شوي. طلع بجنبك. هلا من قلبك طلب بعض نحكي عن جد. هلا اذا اللي جنبه انت من قلبك قلت له نحفان وكان هذا الزلمه شاب، فعليا ما كثير رح تفرق معه. اذا كانت قلت له نحفان رح تفرق معه. فلشان هيك نحن هاي الابحاث نعتمد فيها على مقاييس الحياه انه هذا الفئه المستهدفه من المرضى مين هي؟ يعني اذا كانوا صغار او كبار، انا ما معقول اروح لعند واحد كبير لو عم تلعب كم ساعه باليوم عمو؟ تمام؟ فمشان هيك انا هي النقطة لازم انتبه عليها. هذا البروميس حكينا عنه عن الفتيك، هي بعض الأسئلة الموجودة منه. نحن بعد ما اشتغلنا كل هالشغل صار عندنا استبيان، منا استبيان بروميس، هذا هو. من الأسئلة اللي هو بيعتمدها إنه من الأسئلة إنه هل أنت خلال السبع أيام الماضية قديش شعرت بالخوف؟ قديش شعرت بالزعل؟ وغيره. هلا بعدين انا بوصل من بيبات وزع الاستبيان على العالم. في عندي كذا طريقه. اول طريقه هي الطريقه الورقيه، انا بعطي الاستبيان للعالم وبعدين باخذ منه النتائج. ثاني طريقه هي طريقه الانترفيو، انا بشوف المريض بساله الاسئله وبجاوب عليها، اذا عنده اي سؤال بشرح له اياه. وقت بشرح له اياه هون بصير في عندي بايس. هذا بايس هو بايس الشخص اللي عم يسأل، لانه بجوز الشخص اللي عم ياخذ الاستبيان من المريض يوجه المريض لنوع من الاجوبه اللي هو عم يدور عليها. وفي شيء ثالث اللي هو البنك ايتمز. بنك ايتمز نتيجه عدد الاستبيانات الكبيره نحن صار في عندنا عدد كبير من الاستبيانات الموجوده، عدد كبير من الايتمز اللي لازم نحن ندور عليها. فانت فينك تعطي الرابط لمريضك وهو لحاله يفوت على هذا الاستبيان ويعمل تقييم لحاله. هذا فليكسبل غير تبع الورق. بس الفكره كونه كل الاستبيانات موجوده بهي البنوك هي استبيانات فاليد، فاي نتيجه طلع هي نتيجه صحيحه وتقييمها بين بعضها كمقارنات سهل. وفي عندنا نحن التقييمات قائمه على الكمبيوتر. التقييمات قائمة على المعتمدة على الكمبيوتر. بفوت المريض بيقول لي انت حسيت بسبع، بيسأل بيقرا المريض السؤال على الكمبيوتر انه انت شعرت بالتعب قبل خلال السبع ايام الماضية؟ اذا قال له لا فالكمبيوتر بينقله على نوع اسئلة ثاني، اذا قال له ايه بينقله على نوع اسئلة. وهي بعض المراجع اللي ممكن نحن نكمل نستفيد منها وقت اللي بدنا نعمل ابحاث. هي معظمها هي فري اونلاين، فيكم تستفيدوا منها بابحاثكم. يعطيكم العافيه.